سؤال: أين يوجد الصليب وإكليل الشوك والحرب التي تعم بها المسيح والصليب الذي صلب عليه؟ الصليب الذي صلب عليه رب المجد اتقطع حتت 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 ووزعوا على الكنائس. بيقول: أين ذهب أبونا آدم وأمنا حواء في الفردوس أم النار لارتكابهم الخطية؟ وهل الله سامحهم أم لا؟ طبعا بعد صلب المسيح انتقلوا إلى الفردوس. إذا كان غفرت خطايا العالم كله، فكان بالأولى أبونا آدم وأمنا حواء. والكتاب المقدس يعني ما قالش أنهم كانوا ناس أشرار، وفي بعض ضعفات ليهم في الأول، لأنهم يعني أول ناس ما كانوش يعرفوا الدنيا دي ماشية إزاي. واحنا بنقول في الصلاة اللجبية: خلصت أبان آدم من الغواية وأعتقت أمنا حواء من طلقات الموت. سؤال: هل أحلام اليهود حرام أم لا؟ هي تدل على أن الإنسان يعني عايش في خيال ويحب أمجاد معينة وغير عمل. يعني الشخص العملي مش يقعد يحلم بالمجد، إنما يمشي في الطريق اللي يوصله. زي المثل اللي يقول: الجعانة تحلم بسوء العيش. فهل أحلامها بسوء العيش هيشبعها؟ هتفضل جعانة برضه. واحد بيقول: تحتفل الكنيسة بأعياد القديسين والشهداء في مناسبة ميلادهم واستشهادهم أو نياحتهم. هو غالبيتهم في النياحة أو الاستشهاد، قليل اللي بتحتفل بميلادهم زي العذراء ويوحنا المعمدان وحاجات زي دي. بيقول: فلماذا نحتفل بأعياد الملائكة على الرغم من أنهم أرواح، يعني لا لهم ميلاد ولا نياحة؟ بنحتفل بالملائكة في تذكار بعد بعض المعجزات التي قاموا بها. بنحتفل بالملائكة في تذكار بعض المعجزات التي قاموا بها.